نبدأ بسم الله بشابتر 7. إن شاء الله بهذا الشابتر راح نتعرف على الإحصاء الاستنتاجي أو الانفرنشال ستاتستيك. هو مر علينا قبل هيك كثير يعني كعنوان أو يعني بس مجرد تعريف إله، بس ما أخذنا تماما شو الغرض منه الإحصاء الاستنتاجي. طيب اليوم حناخد إن شاء الله الـ Estimating Population Proportion والـ Estimating a Population Mean لما تكون سيجما known والـ Estimating a Population Mean لما تكون سيجما not known. أما Section 7.5 هذا محذوف، تمام، بس هو لو حتى لو كنا ناخده فهو نفس الطريقة لهذون الـ 3 sections. حنشوف بس نخلص إن شاء الله chapter إنه هاي الـ 3 sections يعني كلياتهم نفس الطريقة لنفس المفهوم، فهو يعني كتير سهل إن شاء الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما مر معنا بـ chapter 2 و 3 أخذنا عن الـ descriptive statistics أو الإحصاء الوصفي، إنه كيف مثل الداتا سيت كنا نرسمها عن طريق جرافس أو جداول، إذا بتتذكروا كيف نجيب المين والفاريانس وكل هاي الصفات اللي هي بالأصل عبارة عن باراميتر بتحدد أو بتوصف البوبيوليشن كاملة. إحنا بنجيبها عن طريق سامبل ونحسبها لهي سامبل لأنه بدنا إنه نوصف البوبيوليشن اللي أخذناها منها. هاي الفكرة مهمة جدا بالإنفرنشال ستاتستيك. بعدين بتشابتر 6 هو يعني نط عن الأربعة والخمسة لأنه كانوا عم يحكوا عن الـ probability وما لنا علاقة فيهم. تشابتر 6 حكينا عن الـ standard normal distribution اللي هو كان المين للداتا ست اللي معنا بيكون صفر والسيجما تساوي واحد، وقلنا انه هو في حالة خاصة من النورمال ديستريبيوشن. النورمال ديستريبيوشن كانت المين لا يساوي صفر والستاندرد ديفيشن لا تساوي الواحد، وانما اي قيمة ممكن تطلع هي التو ستاتستكس. فكنا نجيب الزد سكور او نستخدم الزد سكيل لحتى نحول الستاندرد نورمال ديستريبيوشن لنورمال، عفوا لحتى نحول النورمال ديستريبيوشن لستاندرد. لو تذكروا الزد كانت عبارة عن زد تساوي اكس ناقص ميو اللي هي المين على سيجما، القانون العام للزد. كانت اذا بدنا نجيب القيمة لزد قيمة زد لقيمة معينة او فاليو معينة ضمن الداتا سيت اكس، تمام، بعطينا هي القيمة وبدنا وين موقعها بالنسبة للمين، فمنجيبها بهاي منعوض بهذا القانون. كنا بعدين كنا نجيب اللي هو من جدول A2، تمام، نحسب الـ probability أو المساحة المقابلة لزد. فهون إذا كانت معنا ألفا تساوي صفرين اللي هي كانت هي ألفا على 2، طبعا المفروض تكون أصلا 95% إذا كانت نسبة مئوية. هلأ بنشوف كيف حتجي هاي ألفا. المهم زد ل0.025 تساوي 1.96، يعني تبعد زد تساوي 1.96 عن المين، بعد هاي النقطة حسب شو ما كانت على زد سكيل تساوي 1.96. هاي القيمة زد او الكلمة يعني نفس هاي الزد اسمها الكريتيكال فاليو او هي بتجيب الكريتيكال فاليو. لما كانت معنا بهاي القيمة معناته او فينا نقول the critical value زد has the area of 0.025 to its right. إلنا جدول A2 فقط بيستخدم الأريا لليمين لجهة اليمين.
طيب هذا الحكي كان بشابتر 6، وشابتر 6 كثير مهم لكل اللي بعده، يعني مهم جدا انه ترجعوا وتدرسوا كله، يعني كله مهم بالنسبه لشابتر 7 و 8. تمام. هلا بهذا الشابتر رح ناخذ شو الغرض الاساسي للانفرنشال ستاتستيك. الانفرنشال ستاتستيك له غرضين اساسيين. اول شيء انه نستخدم نحن نشوف لحتى نقدر قيم الـ population parameters. شو هن الـ population parameters؟ قلنا اللي هن الأكثر شيء مشهورين، المين والـ proportion والـ variances أو حتى الـ standard deviation، يعني كل هدول الإحصاء القيم الإحصائية بيعتبروا parameters للـ population، أو إذا كتبناهم لحالهم بيعبروا عن الـ population كاملة. تمام؟ هذا الغرض الأول للانفرنشال ستاتستيك، وهذا اللي حيحكي عنه تشابتر 7 كاملا، بس هذا الغرض. تمام. اما الغرض الثاني انه نختبر فرضيات او ادعاءات انعملت حول الباراميتر للبوبوليشن، هل بنشوف هل هي صحيحه او خاطئه. اذا كانت صحيحه تمام بنقول له انه مقبوله وهي الادعاءات انه اثبتناها يعني. اذا كانت خاطئه بنحط بدائل او alternatives لهي الهايبوثيسز. تمام. هذه الهايبوثيسز او تيست هايبوثيسز حناخدها بشابتر 8 ان شاء الله. فهلا بهذا الشابتر رح ناخذ لحتى كيف نقدر الفاليوز للبوبوليشن باراميترز تقديرا وليس قيم تماما او دقيقه، لا مجرد انه هو تقدير. الproportions والmeans والvariances تحديدا مركزين عليها لأنها هي unbiased estimators. unbiased estimators مثل ما ذكرنا من قبل إنه هي قيم لا هي بتزيد أو بعيدة عن الحد ولا هي بتنقص من القيم الحقيقية، يعني هي تقريبا عادلة تعتبر. don't underestimate or overestimate the real value. تمام. بالنسبة لأي واحدة من هدول حناخد كل واحدة لحالة بتفصيل، بس الـ variances تعتبر محذوفة لأنه في السكشن الأخير بنتبه كلام. وحناخد كمان نفس القانون حنستخدمه، بس حنقلبه بحيث إنه نجيب منه sample size. تمام. sample size كل مرة حسب إذا كانت proportion ولا mean ولا variance. طبعا كل الكلام بهذا الشابتر هو عن ال مو اذا اخذنا بس سامبل وحده، لا اذا اخذنا سامبلز كثير، يعني عدد كبير من السامبلز من نفس البوبوليشن وبنفس الحجم، شرط انه ناخذهم بنفس الحجم ومن نفس البوبوليشن. فاجينا اخذنا من كل كل سامبل من هذول السامبلز اللي اخترناهم، جينا حسبنا المين تبعهم وحسب او البروبورشن او الستانديشن، فهذا المين اللي حسبناه لكل السامبلز بيعتبر هو ذا بيست استر للبوبوليشن. تمام. مثل نفس الحكي اللي اخذناه بشابتر 6، يعني عشان هيك عم اقول لكم انه لازم تقولوا، بس هاي الفكره الاساسيه انه احنا ما عم نشتغل على سامبل وحده، لا عم نشتغل اساسا على الـ sampling distribution اللي هو عدة samples كلاتهم بنفس الحجم ومن نفس الـ population. تمام. يعني مثل ما قلنا sample proportion is the best point estimate of the population proportion، يعني إذا أخذنا عدة samples وحسبنا الـ proportion لكل وحدة، بعدين أخذنا المين لكل الـ proportions اللي طلعوا معنا، فالمين اللي طلع معنا هو البروبورشن للبوبوليشن. يعني هو بيعتبر البروبورشن للبوبوليشن تماما، يعني تمام unbiased estimator. We can use a sample proportion to construct a confidence interval. هلا متعرف شو يعني confidence interval؟ اللي هي تستخدم ل estimating the true value of population proportion. طبعا estimating وليس تماما القيمة الصحيحة لل
population proportion، وإنما يعني أقرب أو المجال الدقيق تماماً لهي القيمة. And we should know how to interpret such confidence interval. كمان عم يقول لنا قلنا إنه حناخد كيف نجيب sample size من نفس confidence interval وبنفس القانون. طبعا لما يكون عندنا نقطة محددة توصف الباراميتر او تعتبر الباراميتر للpopulation اكيد حيكون كتير منيح، بس هي حتكون يعني ضيفة او مو كتير دقيقة بالنسبة لpopulation كاملة يعني او مدينة كاملة او حسب شو ما كان المجتمع قيد الدراسة. فهون اول شيء عم يعرفنا على point estimate هي بتعتبر قيمة واحدة or point used to approximate a population parameter، بس هي غالبا يعني لا تعتمد، او عشان هيك نحن حناخد ال confidence interval، لانه ال confidence interval هي طوروها بعد ال point estimate لحتى يتلافوا الخطأ، او انه ما بصير تعتبر بس نقطة واحدة. فعملوا confidence interval هي range عدة نقاط. The sample proportion بيرمز لها بهذا الرمز ال P، وفوق هذا مثل قوس بس مثلث، is the best point estimate of the population proportion. أظن هاي ال P اسمها P cap أظن، إنه على أساس إنه هي لابسة طائية يعني. The point estimate if we want to estimate a population proportion with a single value, the best estimate هي ال sample proportion. تمام، هاي هي because p consists of a single value it's called a point estimate. هاي شايفين ما لخبط انه ال population proportion اصلا هي p، ال sample proportion هي ال p cap اللي هي فوق القوس المثلث. نشوف مثال على الـ point estimate. أول شيء إن Pew Research Center poll 70% من 1500 من الأشخاص randomly selected اختاروهم، طلعوا هدول 70% نسبة كلياتهم believe in global warming. تمام، كلياتهم مقتنعين إنه في global warming. So فورا من النسبة اللي عطونا اياها عم يقول انه the sample proportion P، لانه هي السامبل كاملة اللي معنا وهي النسبة من ال 1501، فهي فورا بنقول sample proportion تساوي، بس حولناها لرقم 20 يعني بدل ما تكون نسبة، تساوي 0.70. Find the point estimate of the proportion of all adults in United States who believes in global warming. بدو يعني نجيب شو هي point estimate of the proportion. طبعا اول شيء ما عطينا اصلا معطيات تانية، ما عطينا غير انه هاي sample من كل population. ففورا بنقله point estimate اللي بدك اياها هي نفسها p تساوي 70. تمام، وهي يعني بس نقطة واحدة لانه مبين انه هاي هي sample proportion. When using the sample results to estimate the percentage of all، لازم نكتب هذا الكلام اللي هو بيعتبر تلخيص او statements للاستنتاج اللي هن حاطينه او طالبينه. تمام، when using the sample results to estimate the percentage of all adults، لما نستخدم السامبل لحتى نقدر كم نسبة الناس اللي بيؤمنوا بالglobal warming، منقول انه النسبة اللي طلعت معنا هي 70%. The best estimate، افضل شيء هو 70%. هاي اذا كانت قيمة واحدة فقط. تمام، بعدين مثل ما قلنا انه هي ما يعني تعتبر ال point estimate انه كنقطة واحدة بالنسبة ل population كامل، ما بتعتبر دقيقة، وما في ما حددوا ما قدروا يحددوا قديش هي تعتبر يعني صحيحة او فيها اخطاء وهيك. لذلك الستاتيستيكان developed another type of estimate
اللي هي الكونفيدنس انترفال. الكونفيدنس انترفال او الانترفال استيميت هي عبارة عن عدة قيم من الداتا سيت او من البوبوليشن، عبارة عن رينج اوف فاليوز used to estimate the true value of population parameter. نحن سنحدد شو هو البارامتر، يعني هون الكلمة البارامتر يا اما بتكون mean او proportion او variance بالنسبة ل unbiased estimators. فالconfidence interval نحن راح نجيبها تمام من النسبة اللي عطينا اياها، وهي عبارة عن range. نحن كأنه حددنا معينة ضمن population، قلنا هاي range جواتها في قيمة معينة هي الترو فاليو، بس نحن ما فينا نحدد شو هي القيمة تماما عشان ما تحصل اخطاء، لانه هاي الاخطاء احيانا بعض الدراسات مثلا اوزان او شيء ممكن تؤدي لنتائج قاتلة لا سمح الله. اكوس انترفال sometimes abbreviated as CI confidence interval C والI تمام. الكونفيدنس ليفل اللي هي دائما بتعطى بشكل نسبة مئوية، او مثل ما قلنا نحن النسبة المئوية اذا تذكروا اخذناها على شكل قلنا انه هي نفسها probability او الاريا تحت المنحنى او الستاندرد عفوا نورمال ديستريبيوشن، الاريا اللي تحته كانت تعبر عنها يا اما بنسبة مئوية او على شكل صفر فاصلة يعني، فهي تعتبر probability بنفس الوقت area تمام. فالconfidence level هي عبارة عن probability مقدار واحد ناقص الفا often expressed as the equivalent percentage value that the confidence interval actually does contain the population parameter. مثل ما حكينا انه هي عبارة عن range من القيم نحن بنحددها، هي بتحتوي فعليا الـ population parameter بس ما فينا نحدد شو هو الـ population parameter تمام. Assuming that the estimation process is repeated a large number of times. يعني بدل ما ممكن نقول بس point estimate مرة واحدة عملنا التجربة أو الاستيميشن مرة واحدة، لا هون كررناها كتير لحتى طلعت معنا هاي الرينج، يعني هيك على افتراض. The confidence level is also called the degree of confidence. فينا نعتبرها هي درجة الconfidence. نحن متأكدين انه الفاليو للبراميتر اللي بدنا اياه هو يقع ضمن هاي الرينج، او كوفيشنت كونفيدنس كوفيشنت تمام، الى هاي المسميات الثلاثه. اكثر الكونفيدنس ليفل هذول اكثر شيء مشهورين واكثر شيء حنستخدمهم، حتى ممكن دائما نستخدمهم، يعني اللي هنا 95% فورا بس نشوف النسبة هاي موجودة بالسؤال نعرف انه بده الconfidence level اللي هي واحد ناقص الفا. هاي تمام، هاي هي اللي بنطرح منها اول شيء بنحولها نسبية دائما ما ننسى، فبتصير 0.90 مثلا هون وهون 0.95 وبنطرح واحد ناقص 0.95 تمام يعطينا الالفا اللي هي 0.01 هون او هون 0.05 وهكذا. هذول يعني تقريبا احفظوهم، حتى قيم الزد اللي مقابل لهم فيكم تحفظوها لانه ما بتوقع انه يطلع عنهم يعني بالاسئله. عميلنا انه كثير مهم انه نعرف كيف نفهم او نكتب شو معنى الكونفيدنس انترفال تمام، how to interpret confidence interval correctly. الكونفيدنس انترفال تمام بالنسبه للبروبورشن هون محددين اللي بالنص انه هو البروبورشن الباراميتر تمام. فبيعبر عنه بهذا الشكل، مثلا بي تقع بين 0.677 و 0.72. فاول واحد الواحد اول ما بيقرا هاي يعني بطبيعه الحال بيفكر انه قيمه بي تحديدا هي بين هاي القيم تمام،
0.677 او انه وحده في وحده من القيم اللي بالنص جواك هي الرينج. بس هذا التحليل خاطئ، لازم لما نحلل هاي العباره نكتبها بهذا الشكل حسب النسبه اللي اعطينا اياها. هو طبعا هاي محسوبه بالنسبه للكونفيدنس انترفال 95%، تمام. We are 95% confident that the interval from 0.677 to 0.723 actually contains the true value of population proportion. نحن عنا 95% واثقين تماما بهي بنسبة 95% انه هاي الرينج تحتوي الـ true value، بس ما فينا نقول انه الـ true value هي بهي القيمة 0.6 الى 0.7، تمام؟ يعني انتبهوا على الكتابة هي الصح والخاطئ الى this means. شو معنى هذا الكلام؟ مثل ما حكينا معناه انه اذا نحن جبنا samples من الحجم 1501، يعني كل sample فيه 1500 شخص اخذناهم من نفس population ورحنا عملنا proportion لكل sample فيهم وجبنا الكونفيدنس ليفل كانت 95 وجينا بدنا نحسب الكونفيدنس ليفل إلهم، حنلاقي انه 95% من هذول السامبلز اللي اخترناهم، يعني هون ما محددهم سامبلز، عدد كبير منهم، فحنلاقي انه 95% منهم actually contain the value of the population proportion، تمام. اذا كان المين، اذا كنا عم نحسب مين مثلا لهذول السامبلز، فنقول 95% of them would actually contain the value of the population mean، تمام؟ يعني هون الـ proportion حالة خاصة، يعني مو انه والله دائما هون بيكون P، بس انه لازم نعرف انه شو الفكرة من الـ 95% كيف نقدر نحللها. Note that this correct interpretation, the level of 95% refers to the success rate of the process. طبعا هي ال 95% اظن فيها لما نجحت البروسيس، يعني 5% الباقيه هي لما او اللي هن ما رضوا او ما حسب السؤال، يعني مثلا بتبع الجلوبال وورمنج الباقي ال 70% كان هن اللي يعني مؤمنين انه في جلوبال وورمنج، بينما ال 30% الباقيه هن اللي يعتبروا رايت، تمام. بس نحن دائما حناخذ ال 95 الجهه اللي هن دائما سكسسز، تمام، دائما هي تعتبر النسبه المعطاه هي السكسس. مثل ما قلنا نركز على معنى الكونفيدنس انترفال، لانه كمان ملاحظة انه مهمة انه the overlapping of confidence interval، اذا كررنا الconfidence interval كتير مرات على نفس الpopulation ممكن يطلع خطأ، لك ما ممكن انه نستخدمه تماما لمقارنة الداتا سيتس. ما فينا نجيب 2 داتا سيتس او اكثر ونجي نقارنهم، فهي تعتبر تستخدم informally to compare different data sets overlapping إلى بيحصل أخطاء ممكن ما لازم تستخدم كإجابات نهائية أو formal عن ال population parameters، تمام. هون أعطينا ال incorrect interpretation، مثل ما قلنا إنه نقول there is a 95% chance that the true value will fall between هاي القيمتين، هذه الـ interpretation خاطئة. مثل ما قلنا هلا الـ Z score اللي هو الـ Z score scale كنا نستخدمه لحتى نحول الـ normal distribution اللي بيكون الميد تبعه لا يساوي صفر والستاندرد ديفيشن لا يساوي الواحد الى ستاندرد نورمال ديستريبيوشن. فهون حنرجع نستخدمه للزد سكور، كثير حنستخدمه يعني وتو كمان، حتى في جداول ثانيه بس ان شاء الله سهل. هو
can be used to distinguish between sample statistics that are likely to occur and those that are unlikely to occur. ليش؟ لأنه هي ال Z-score بتفصل ال normal distribution لقسمين. إذا تذكروا هذا اللي كان normal distribution، فكانت هون ال Z-score هون المين، تفصل distribution لنصين، عفوا هي بالنص لازم تكون قسم موجب وقسم سالب، أو هون الموجب وهون السالب. المهم انه على اي اساس تفصل ال distribution؟ على اساس انه اللي القيم اللي بتكون يعني احتمال حدوثها كثير كبير من القيم اللي احتمالها كثير قليل، تمام؟ لهيك تسمى critical value او نقاط حرجه. are based on the following observation. هي ال critical values إلى عدة صفات أو خصائص. Under certain conditions the sampling distribution of a sample proportions. هلا إحنا عم ناخد أول شيء طبعا أول جزء اللي هو الـ estimating للـ proportion تحديدا من الـ parameters، بس نختار أول شيء الـ proportion. فعم يقلنا هون إنه الـ sampling distribution of sample proportion تحت شروط معينة فينو يعني يصير normal distribution، تمام؟ هو غالبا الشروط انه يكون الـ samples اللي اخذينها من الـ population كبيرة او عددها كبير. هلا بنشوف شو الشروط، بس انه شو ربط الموضوع في يعني بالـ Z-score بالـ chapter اللي عم ناخده، انه هاي الـ distribution بتصير normal distribution تحت شروط معينة. الـ Z-score associated with a sample proportion has a probability of alpha على 2 of falling in the right tail. القيم اللي دائما اللي هي بنجيبها بالـ right tail مثل ما قلنا هي اللي بتستخرج من الجدول اللي بتكون عن يمين الألفا، بينما اللي عن يسار وقتها بنجيبها بنطرحها من واحد أو أخذنا طريقة من قبل يعني. The Z-score separating the right tail region تمام is commonly divided by Z alpha على 2. هي موجبة بتكون right tail اللي هي من هذه الجهة بالنسبة لل distribution بتعطى القيم Z alpha على 2 تكون موجبة، بينما ال left tail بتكون سالب Z alpha على 2 because it's on the borderline separating Z score from sample proportion. هاي القيمة Z ألفا على 2 تحديدا يعني تقريبا بهذا الشكل دون تحديد بالنسبة هلا، يعني هي ال critical value الموجبة والسالبة، لأنه هي بتفصل ال distribution للقسمين. تمام، شايفين هون الزد تساوي صفر، هذا هو الزد سكيل، وهي الألفا على 2 الزد المقابلة إلها. الألفا على 2 هي عبارة عن المساحة، والزد المقابلة إلها هي النقطة فقط اللي على الأفقي المحور الأفقي للـ distribution. نحن أخذنا طريقتين إنه فينا نجيب الـ probability أو المساحة إذا كانت معنا Z، وفينا نجيب الـ Z إذا كانت معنا الـ probability. هلأ نحن غالباً حيكون معنا الـ ألفا على 2 وحنجيب Z، تمام؟ اللي كنا عم نقوله إنه هي بتفصل الـ distribution لقسمين، يعني نفس يعني نحن قبل أخذنا إنه دائماً لما نشوف نسبة مئوية هي بتكون المساحة. فهون مسمينا هاي المساحة هي الكونفيدنس ليفل، فيكم هيك تعتبروها نفس المساحة كنا ناخذها من قبل، هون هي الكونفيدنس ليفل. الكونفيدنس ليفل هون اللي عطينا اياها مثلا بهذا السؤال انه هي 95%، تمام؟ فأول شيء نحن ممكن نرسمها على شكل ديستريبيوشن، فالجزء هذا
اللي هو جوا ما ندخل ما له علاقة بزد أو ليس تحت مساحة زد هاي confidence level هذا اللي ما لنا علاقة فيه يعني 95% تمام. لما قلنا أول شيء نحوله ل 95% حتصير 0.95 تمام. فواحد ناقص 0.95 شو بيعطينا؟ 0.05 صح؟ الباقي منا 0.05 هاي القيمة عن اليمين وعن اليسار. واحد ناقص الـ confidence level تمام؟ اللي هي ألفا. نحن نجيب ألفا على 2 نجيب الزد ألفا على 2 فألفا هي الـ 95% وواحد ناقص ألفا اللي هي الـ confidence level. أول شيء بنحول النسبة المئوية إلى رقم 20 0.95 واحد ناقص 0.95 بيعطينا 0.05 تمام. هاي اللي هي ألفا. ألفا على 2 إذا قسمنا هذا الرقم على 2 بيعطينا 0.025. هاي الألفين شو هي؟ عبارة عن مساحة اللي تحت شو بيقولوا تحت رحمة زد ألفا على 2 يعني من جهتين عن بس الفرق انه هون موجبة وهون سالبة. يعني لو اعتبرنا انه هذا الزد سكيل تمام فنحن اول عدد يعتبر كله قيمته واحد تمام. مثلا لو اعتبرنا فاول جزء من الواحد شو هو هون طلع معنا 0.25 بالنسبة لل 95% واخر جزء لو جينا يعني قسمنا هو انا يعني بلاش هلا هاي الفكرة بعدين نشوفها. واضح اللي حكيته ولا دوختكم شوي ولا ان شاء الله على المثال بنشوف لانه بكون في ارقام مثل ما قلنا هدول الكريتيكال فاليوز الزد الفا على 2 طبعا الزد مثل ما قلنا بس نجيب الالفا على 2 بنشوفها من الدول فورا بنلاقيها هي بتكون هي المساحه اللي هي القيم اللي جوا الدول والزد هي اللي على الطرف تمام. فنجيب القيمة المقابلة للمساحة 0.025 أو الـ probability 0.025 هذا نفس الكلام. بعدين نتعرف على مفهوم جديد because of random variation in samples طبعا لانه احنا عم ناخذ samples كل مره مختلفه عن المره اللي قبلها من مرتبطين ببعض او ما بصير ناخذ نفس الاشخاص مثلا للسامبلز كل مره فحيطلع اكيد في فروقات أو variation in samples حيطلع في فروقات بين القياسات لما نحسب لون المين أو البروبورشن حسب شو عم نحسب ممكن في فروقات يعني كبيرة أو يعني في اختلافات معينة فعشان هيك لازم نحسب هاي differences عطوها قيمة مسمى اللي هو margin of error. هذا margin of error هو عبارة عن هاي الفروقات بين السامبلز اللي أخذناها فلازم نحسبه لحتى نكون دقيقين بالاستيميشن للبروبشن اوف بوبوليشن تمام او البروبشن او الاستيميشن للمين اوف بوبوليشن حسب احنا شو الستاتستيك اللي عم نحسبها. المارجن اوف ايرور
denoted by A بيكتب على شكل الحرف الـ A. وطبعا data set لازم تكون simple and data عفوا تكون مأخوذة من simple random sample. هذا الشرط اللي هي certain conditions اللي يكون الـ simple random sample. و مثل ما قلنا في likely differences بين الـ samples with probability of 1 minus alpha such as 0.95 مثل ما شفنا between the observed proportions. شو هاي الـ differences اللي هي مثل ما قلنا بين الـ بتكون الفروق أو أخطاء بين الـ samples المعينة. هاي الـ difference هي بتعتبر يعني ممكن يعني ما تعطينا القيمة الحقيقية ل population parameter population proportion بهاي الحالة. فعشان هيك بنحسب الـ margin error وبنضيفه للـ estimation تبعنا. The margin of error E is also called the maximum error of the estimate. عم أقطع الصوت. هو النت عندي سيء بس يعني إن شاء الله يكون ماشي الحال. طيب نكمل. قلنا هو المارجن ايرور بيعتبر هو الفرنس بين القيمة اللي طلعناها او البارامتر اللي طلعناه وبين الترو فاليو للpopulation بارامتر. The margin of error called also the maximum error of the estimate. كمان له اسم ثاني. And can be found by multiplying the critical value اللي هي زد ألفا على 2 and the standard deviation of the sample proportion. يعني تحفظنا انه هو دائما عبارة عن حاصل ضرب الـ critical value تمام اللي هي زد ألفا على 2 او شوفها تي ألفا على 2 and the standard deviation. بس هذا هو القانون حيكون نفسه لكل الـ statistics بس حيفرق انه standard deviation حتكون متغيرة معنا فيما بعد. هون الـ standard deviation بالنسبة للـ proportion هي عبارة عن جذر P في Q على N تمام؟ P cap في Q cap على N. الـ P cap اللي مثل ما شفناها اللي هي الـ sample proportion. الـ Q cap هي عبارة عن 1 ناقص P cap مثل ما أخذنا الـ Q تماما. الـ Q كانت 1 ناقص P نفسها هون على الـ N اللي هي عدد البيانات اللي معطاة معنا تمام؟ دي مضروبة ب الزد للألفا على 2. هذا هو حساب المارجن اوف ايرور. بس نحسبه هيك بنكون يعني جبنا شو هي نسبة الخطأ ممكن تصير لما ناخذ سامبلز من population. كما قلنا هذول هن النوتيشن للقانون. الـ P العادية هي الـ population proportion، الـ P cap هي sample proportion، الـ N number of sample values، الـ E هي الـ margin of error، والـ Z ألفا على 2 looking an area of ألفا على 2 in the right tail from the left tail of the standard normal distribution. طيب شو هي الـ شروط الأساسية اللي لازم نشوفها فورا بالسؤال حتى نعرف انه نجيب الـ confidence interval والـ sample size. اول شيء انه لازم تكون الـ sample simple random sample تمام. لازم تكون تماما عشوائية اختيار الـ sample. ما بصير يكون مثلا ناس هن اللي متطوعين او ناس مختارين تحديدا للـ sample. لا لازم تكون عشوائية. كمان الـ conditions للـ binomial distribution are satisfied. لازم تكون شروط الـ binomial distribution اللي هو كان عبارة عن نوع معين من الـ normal distribution بس بشروط انه له fixed number of trials مو غير محددة لا معينة عدد الـ trials اللي مقامة للتجربة معينة والـ trials independent على بعض مو لازم وحدة مشان تصير الثانية كل وحدة لحالها.
وانه النتائج اللي تطلع من الترايلز ممكن تقسيمها ل two outcomes تمام، اللي هن كانوا السكسسز والفيلرز. هي كانت شروط الباينوميشن، فلازم تنطبق هون لحتى نقدر نجيب الكونفيدنس انترفال ونقدر نقدر شو هو قيمة البوبوليشن بروبورشن تمام. والشرط الثالث انه يكون عندنا at least 5 successes and failures، تحديدا يكون عندنا 5 successes و 5 failures، يعني هم المفروض انه قصدهم انه يكون العدد شوي كبير، يعني مو يكون صغير كثير السامبل او نجاح التجربة، نجاح وفشل التجربة. لحتى نجيب الـ confidence interval بالنسبة للـ population proportion تحديداً، نقوم نجيبه الـ P زائد وناقص الـ E، الـ E اللي هي الـ تمام؟ والـ P اللي هي الـ population proportion. هاي عفواً الـ P هاي اللي هي الـ population proportion، نحن حنجيب الـ population الـ sample proportion ونجمعها مع الـ A أو نطرحها. هاي الـ ما حنكتبها على شكل range تمام، بهذا الشكل هيك بتنفك. هاي الـ range هي حسب المعنى بكون القيمة الحقيقية للـ population proportion تقع ضمن هاي الـ range بنسبة معينة، وير مثل ما أخذنا الـ E تساوي مضروب الـ Z ألفا على 2 في الـ standard distribution standard deviation هون للـ proportion بيكتب على الشكل جذر P في Q على N. يعني قلنا انه دائما نعمل round للـ confidence interval هدول بعد ما نجمعهم، يعني القيم اللي بتطلع معنا ممكن تطلع صفر فاصلة عدة أرقام، فبس يعني قلنا نعملها round لأقرب ثلاث أرقام بعد الفاصلة، فقط ثلاثة مو أكثر. دائما كمان هاي الراوند حتمر معنا نفسها بالمين بالنسبة للمين. بروسيجر فور كونستركتين، كيف بنجيب أو شو هي الـ confidence interval for P. أول شيء بنشوف شو هن، هل متحققة الشروط اللي شفناها اللي هي الـ simple random sample، هل هي هل السامبل اللي معنا هي سامبل راندوم سامبل، هل الكونديشنز للباينوميال محققة، وهل at least 5 successes او n في p اكبر من او تساوي 5 و n في q اصغر من عفوا اكبر من او تساوي 5. لازم هذا الشرط الثالث كمان يكون محقق. بعدين هذه الشروط غالبا بتكون محققة بالسؤال اللي معنا، بس يكون طالب كونفيدنس انترفال غالبا بتكون محققة. بعدين بنشوف قيمة Z لألفا على 2 من تيبل A2 تمام، نحسبها لحتى نعرف شو هي المارجن ايرور، نحسبه بهذا هون بالنسبة للبروبورشن نحسبه من هذا القانون تمام. فهي الخطوات. بعدين طبعا نستخدم القانون اللي هو القيمة للبوبوليشن proportion تقع بين هاي القيمتين، نحن بنحسب الأولى وبنحسب الثانية وبنجمعهم أو بنطرحهم وبنحط في وشكل. ومثل ما قلنا بنعمل rounding للريزلت بعد آخر شيء، طبعا نعمل rounding ما من قبل لأنه ممكن تغير القيم ل 3 significant digits فقط. نشوف مثال، نفس المثال اللي مر معنا. In the chapter problem شفنا انه 1500 و501 randomly selected of randomly selected بس 70% اللي هم كانوا بيعطوا successes. هون عطينا انه 1501 هي N و P مثل ما قلنا P cap هي تساوي 70 تمام، او هي 70% نفسها بس حولناها ل رقم 20. فشو عملنا؟ نوجد المارجن اوف ايرور اللي هو اي، شو نسبة الخطأ، ونعمل الكونفيدنس انترفال او
construct the confidence interval أو نفس الشيء estimate of the population proportion. نركز إنه هو بده إياها بعد find the 95% confidence interval of the population. من هون محدد إنه هو proportion لأنه بعدين لو كان mean مختلف. Based on the results بعدين عملنا يعني حسب النتيجة بتطلع مع الماجوريتي الأكثرية من الناس إن believe in the warming أو لا. تمام. بعدين that you are a newspaper reporter write a brief statement. دائما لازم نكتب conclusion أو نتيجة اللي عن اللي استنتجناه بالنسبة لل estimation اللي عملناها. تمام. نشوف كيف نحله. أول شيء مثل ما قلنا بنعمل requirement بنقول له إنه هي simple random sample و fixed number of trials. طبعاً كل 1501 كل شخص بيعتبر trial لحاله. ف 1500 trials معنا هون trials are independent كل شخص هو لحاله بيعتبر ف يعني ما له علاقة بغيره. Two categories of outcomes طبعاً لأن اللي طلعوا معنا 70% هم بيعتبروا believes فهم successes. للباقي ما doesn't believe أو don't believe in the global warming ف believes or doesn't believe هذين بيعتبر two categories فهو binomial distribution. والnumber of successes are both at least 5. تمام. فمن الشروط متحققة نستخدم الفورمولا اللي معنا اللي هي تبعت margin of error لحتى نجيب فورا نسبة الخطأ ونجمعها مع البروبورشن. البروبورشن عندنا يا جاهز تمام اللي هو 0.70. الكيو قلنا تساوي 1 ناقص البي كاب او البروبورشن فتساوي 1 ناقص 0.70 بيعطينا 0.30. الان هي عدد الترايلز او عدد الفاليوز بالسامبل. كم شخص معنا بالسامبل؟ معنا 1501 فنكتب 1501 على قيمة الـ N. أما الـ Z ألفا على 2 هو كم أعطينا النسبة تمام اللي هي الـ Confidence Interval 95% مثل ما شفنا من قبل. مثل ما شفنا هون 95% فورا نطرحها من واحد نقول واحد ناقص 0.95 يعطينا 0.05. هاي الناتج هذا هو عبارة عن نقسمه على 2 بيعطينا 0.025. هاي القيمة بنجيب القيمة المقابلة إلى بالجدول اللي هي زد ألفا على 2 تعطينا القيمة 1.96 بالجدول A2. تمام. هاي القيمة هي زد ألفا على 2 اللي احنا بدنا اياها. طيب زد ألفا على 2 بنحطها هون بنعوض عنها هون وبنحسب الناتج حيطلع معنا الايرور يساوي 0.023183. غالبا هم نفس يعني ما حيجي الا قيمتين او ثلاث قيم نفسهم 95 و99 ودائما نفس القيمة يعني فحفظها اسهل بكثير يعني 1.96 وال99 كمان اظن 2.575 كمان يعني بس انه قيمتين كثير مشهورين. بعدين اول شيء طلعنا الايرور من القانون شو بنعمل؟ بنكتب الـ confidence interval على شكل range بنحط الـ p بالنص وأصغر من وأكبر من p ناقص e و p زائد e. تمام؟ والـ p هي 70% مثل ما شفنا. بنطرحها بنطرح قيمة الـ error منها وبنجمعه إلى فبنحطه على الجهتين هيك وبنحسب النتيجة حتطلع معنا 0.677 ويعني هي محدودة بهي الرينج. تمام. بعدين الستيتمنت او الكونكلوجن اللي استنتجناها من الكونفيدنس انترفال اللي حسبناها
من قال له انه it does appear that the proportion of adults who believe in the global warming is greater than 4.5 او 50% اللي الناس اللي فعلا مقتنعين بالglobal warming نسبتهم اكبر من 50% او انه يعني القيمة العظمى يعني. فمن قال له انه we can safely conclude that the majority of adults believe in the global warming. لحتى نجيب point estimate من الرينج هاي اللي طلعناها شو بنعمل؟ نجمع 0.677 زائد 0.723 على 2 فنقول له انه 70% من الادلتس believe in the global warming او الاغلبية يعني بدل ما نحط انه بين هاي الكلمتين وهيك نجيب له point estimate او النقطة اللي قدرناها. تمام هذا ال here is one statement that summarizes the result. 70% of United adults believe in the earth is that the earth is good. تمام كيف جبنا 70%؟ قلنا بنجمع القيمة العظمى زائد القيمة الصغرى للconfidence interval على 2 هي ال point estimate للconfidence interval. إذا بدنا نكتب على شكل لسه رسمي أكثر إن 95% of such polls المقصود فيها إنه هي samples يعني أو كل مرة خدنا يعني نفس تقريبا معنى samples هي معناها لو ترجمتوها معناها اقتراع أو انتخاب بس نفس الشيء يعني هنا أظن لأنه على أشخاص. The percentage should differ, have margin of error by no more than 2.3 percentage points. هون حول ال error اللي طلع معنا إلى رقم شايفين 2.3% حول لرقم مئوي يعني نسبة مئوية لحتى يقول إنه هي نسبة الخطأ إنه ما هي أكثر من 2.3 percentage points. In either direction from the person would be found by interviewing all adults in the United States اللي هي هاي population كاملة يعني نسبة الخطأ بس فقط 2.3 in either direction يا أما إنه أكثر يعني الرقم يا أما حيكون أقل. تمام مثل ما عندنا ال point estimate لل peak up ناخذ الـ upper confidence limit زائد lower confidence limit على 2 لحتى نزيد بس نقطة واحدة يعني أو نسبة مئوية للماجوريتي مثلا. المارجن اوف ايرور كمان ممكن نحسبها من الـ upper confidence limit من الـ عفوا الـ confidence interval فينا نحسب الـ E منها بنفس القانون بس هون سالب upper confidence limit minus lower confidence limit على 2 تمام بس طبعا لما يجينا السؤال المفروض انه نحسبه من يعني مثل ما شفنا القانون. When analyzing polls consider البولز مثل ما قلنا ان تحديدا للاشخاص يعني لما تكون السامبل متعلقه بالاشخاص بيعملوها مشان الامراض ومشان الاوزان مثلا ممكن لما تستخدم لأوزان الأشخاص بالطيران أو بأي شيء يعني تسمى polls. فالشروط أو الأشياء اللي لازم تكون محققة إنه تكون simple random sample تمام مثل ما قلنا لازم تكون ما بصير تكون voluntary response sample لازم تكون عشوائية تماما. الconfidence interval لازم تكون معطاة معنا اللي هي تكون على شكل نسبة مئوية بس غالبا بالميديا ريبورتس ما بتكون موجودة ما بيكونوا حاطينها. السامبلز كمان لازم يكون معطاة معنا اللي هو N لأنه ما فينا نحسب الـ E بدون وجود الـ N. هلا بنشوف كيف فينا نحسب نحن السامبل سايز يعني نفس القانون بس بنقلبه ونخلي الـ N على فراغ. بعدين عم قلنا except for relatively rare cases the quality of poll results جودة الـ poll results أو
صحته يعني depends on the sampling method and the size of the sample. بس the size of the population ما له علاقة وليس فاكتور يعني سواء كبير كتير بالنسبة للسامبل المأخوذة أو كان صغير ما مشكلة. اللي بيعتمد عليه فقط اللي هو sampling method طريقة أخذ السامبل و size of the sample تحت نفس size sample هو اللي بيخلي ال quality of results يعني أما صحيحة أما أما population size كاملة ما بي not a factor in determining the reliability of apple. تمام نشوف كيف sample size بالنسبة لل proportion إذا كان معنا ال proportion نفس القانون. شو بنعمل اذا يعني كتبناه عن طريق انه n خليها بطرف والباقي بطرف حيصير بهذا الشكل n تساوي z الفا على 2 لكل تربيع في p كاب في q كاب على e تربيع. تمام هيك بنكون صار القانون لحساب ال sample size. يعني مثلا لو كان بدنا نجمع sample اصلا نحن بدنا نجمعها وما بنعرف كم لازم عدد الأشخاص اللي فيها أو شو هن الترايلز اللي فيها. فهذا السامبلز أو الترايلز ممكن نحسبه بهذا الشكل. تمام السؤال غالبا بيكون how many sample items be obtained أو how many adults مثلا must be selected. بس يجي بهذا الشكل معناته هو بده السامبل سايز. السامبل سايز له قانونين اذا كان يعني نفس القانون بس اذا كان معنا البروبورشن او النسبه المئويه الاستيميت محدده. تمام وقتها فينا نحسب من هذا القانون. اما اذا كانت غير محدده بس ما في نسبه مئويه وبيقلنا هو غالبا انه ما في نو استيميت فهو بنستخدم السؤال بس نفس القانون عفوا بس بنحط قيمه بي في كيو يساوي 0.25. تمام بس هي قيمة ثابتة ومحددة هي هيك يكون معنا ما في تخشن. بنشوف مثال عملنا انه الانترنت affecting us in all many different way. فهنا عملوا دراسات ل estimating the proportion of adults who use it. نشوفوا كم نسبة او من الادل كم نسبة بيستخدموا الانترنت. فمانجر assume that a manager eBay wants to determine the current percentage of US adults who now use net. هذا المانجر بال US بده يشوف كم عدد البائعين اللي بيستخدموا الانترنت مو عددهم نسبة المئوية لهم. يعني how many adults بس شفنا السؤال how many adults must be surveyed in order to be 95% confident that the sample percentage is in error by no more than 3 percentage points. بس نشوف هذا السؤال بهذا الشكل is in error by no more than هذا معناته قصده انه عاطينا الاي تمام المارجن ايرور معطينا اياها بالسؤال ال 3 percentage points هي الاي. نحن متعودين نشوفها انه 0.0 كذا هي هون لما شفنا لما نشوفها 3 percentage بتكون نسبه مئويه فوق كمان بنحولها ل رقم 20 بيكون هو اي و how many adults معناته بده فورا بده السامبل سايز. تمام ونستخدم القانون بالشكل اللي هو n تساوي بنشوف لازم هو يكون معطينا يا اما يكون معطينا انه البروبورشن معينه او يقول لنا انه هو not now البروبورشن not now. فهون بده الحالتين. اول حاله انه ب 2006 73% adults used the internet هو يعني عملوا دراسات وشافوا انه 73% نسبة اللي بيستخدموا الانترنت. اما بي لا الحالة الثانية انه no known possible value ما في عنا قيمة معينة للproportion. فبأول حالة الproportion او نسبة المستخدمين 73% نكتبها على شكل رقم 20. تمام منجيب Q دائما تساوي 1 ناقص B هون Q كاب تساوي 1 ناقص B كاب تساوي 73 1 ناقص 73 27. تمام هي ال Q
بعدين مثل ما قلنا هاي قيمة خلص يعني انتم تعودوا على الألفا 0.5 0.5، الألفا 2 0.025، الزد ألفا على 2 من الجدول 1.96، هذول فورا نجيبهم أو إذا أن دائما ثابتين نكتبهم فورا. الإي إذا حسبناها من ال عفوا الإي هون بالسؤال اللي أعطينا إياها 3 in error by normal than 3 percentage points، أعطينا إياها هو، فهي 3% أو إذا كتبناها على شكل رقم 20 حتطلع 0.03. فورا نستخدم السؤال. تمام، نستخدم القانون. القانون هون ليش نستخدم القانون الأول؟ لأنه معطى معنا النسبة المئوية أو البروبورشن للسامبل. تمام، فمن القيم اللي معنا اللي كتبناها زد 2.96 لأنه 95%، والبي البي 73%، والكيو طلعت معنا 0.27، اللي هي 3 percentage points. تمام، ونعوض من بيطلع معنا الناتج بهذا الشكل. طبعا فقط بالنسبة للسامبل سايز فقط، يعني الراوند بيكون شوي مختلف، انه نحن نعمل راوند للنكست هو مو بنشوف هون 0.31 بس، فقط بنقول 841.3، لا حتى لو كان شو ما كان الرقم اللي بعد الفاصلة صغير ولا كبير بنعمل راوند للنكست هول نمبر. تمام، فهذا شو الرقم اللي بعد 841 هو 842. تمام، فقط هذا القانون بالسامبل سايز بالنسبة للبروبورشن أو غيره. يعني بعدين هون معنى هذا الناتج اللي طلع معنا انه بنكتبه على هذا الشكل to be 95% confident، حتى نكون 95% متاكدين انه our sample percentage is within 3 percentage points of the true percentage of all adults، يعني القيمه اللي طلعت معنا هي فعلا بعيده فقط بمقدار 3% او نسبه الخطا عن القيمه الصحيحه فقط 3% من بالنسبه للpopulation اللي هن all adults. لازم نختار سامبل حجمه او قياسه او عدد الترايلز اللي فيها عباره عن 842 شخص. تمام، يعني لازم نختار السامبل اختار 842 شخص، هاي بالنسبه لايه. اما بي لما قلنا انه ما في استيميت معينه للاشخاص اللي بيستخدموا الانترنت، فنحن بنحط طبعا نفس المعطيات بالنسبه للكونفيدنس انترفال الف والاي نفسها، وبالتالي زد نفسها، بس القانون حيختلف انه البي والكيو ما بنحطهم لانه احنا ما عندنا ترو فاليو لهم، وانما بنحط 0.25 هي قيمه ثابته من القانون فقط لانه ما عندنا استيميشن، وبنعوض نفس الشكل حيطلع معنا هذا الرقم من للنكست هول نمبر حيطلع معنا 1860. تمام، نفس الشيء هون بس عملنا انه اذا كان ما في استيميت لازم السامبل تكون من 1068 شخص. واضح لهون؟ لانه حناخذ هلا الاستيميشن اوف بوبيوليشن مين. تمام، نحن هلا اخذنا الاستيميشن بس كيف نقدر البوبيوليشن بروبورشن بس بالنسبه لاستاتيك معينه اللي هي البروبورشن. هلا ما حناخذ البروبورشن، حناخذ المين بس بنفس الطريقه ونفس الشروط، وهي بس هي شغله اضافيه يعني ما حتفرق، يعني عشان هيك تشوفوا انه التشابتر كتير سهل نفس الافكار مجرد تغيير الستاتستيك. تمام، this section presents a method for estimating a population mean.
in addition to knowing the values of sample data, شو المطلوب هون او شو اللي حيكون معنا بالسؤال اصلا معطى. غالبا بده يكون معطى الفاليوز للسامبل نفس القيم شو هي لحتى نجيب المين. بس هو بكل الاسئله الموجوده ما معطى معنا القيم، معطى المين مباشره، يعني المين المستخدم معطى. لانه مثل ما قلنا عم نشتغل على عده سامبلز، فشيء يعني عدد هائل حيكون. واذا بدنا نجيب لنا المينز لكل القيم او كل السامبلز اللي معنا يعني شغله، فهم بيعطونا الرقم جاهز. We must also know the value of the population standard deviation، اللي هو ما نلخبط انه الـ population standard deviation هو سيجما، اما الـ standard deviation السامبل هو الاس، تمام؟ الاس هو الـ بالنسبة للسامبل، اما السيجما هو للـ population، ونحن بدنا تبع الـ population. لازم يكون معطى، تمام؟ شو الأشياء لازم تكون معطى إذا بدنا الـ population mean؟ الـ values of the sample data، أو مثل ما قلنا حيعطينا الـ mean مباشرة، والـ population standard deviation اللي هو سيجما، قيمة سيجما. مثل ما الـ proportion قلنا هي الـ best estimate of the population proportion، المين كمان السامبل مين هي the best point estimate of the population mean. ليش؟ لأنه هي target the value of the population mean. يعني إذا جبنا عدة samples وكل واحدة فيهم حسب المين تبعها، وجينا حسبنا المين لكل المينز اللي طلعوا معنا، فهذا المين هو نفسه المين لل population. يعني بعرف ان الفكره بتدوخ شوي، بس لو رجعتوا على تشابتر 6 اخره يعني كان شرحناها بالتفصيل، واظن يعني تتذكروا. المهم انه هي العباره ممكن تجي مثلا صح وخطا ولا هيك شيء. المهم انه سامبل مين هو البيست بوينت استيميت، هي افضل نقطه لتخمين البوبوليشن مين. كمان راح نستخدم السامبل داتا لحتى نجيب الكونفيدنس انترفال، بس هون عن طريق المين. كمان حنشوف كيف نحسب السامبل سايز، تمام؟ هون بس تحت المعطيات والقانون شوي. الكونفيدنس انترفال for estimating a population mean with sigma او population standard deviation known. سيجما، هاي السيجما دائما بتروح. ياس سيجما معوقة. المهم القانون المستخدم نفسه هذاك اللي شفناه قبل شوي اللي هو كان بالنسبة للبي، بس هون حيكون بدال بي حيكون ميو أو اللي هو المين، تمام؟ مين أو المين يوضع بين قيمتين، تمام؟ مع المارجن ايرور طبعا لازم نجيبه دائما. بس هون انه شو حنجيب الاكس او حتكون معطاة معنا اللي هي السامبل مين، اي نحن الميو هي المين للبوبوليشن، لا تلخبطوا. اما الاكس بار هي السامبل مين، لانه احنا عندنا عده سامبل، فالسامبل مين هي الاكس بار. المارجن ايرور بنحسبه من هذا القانون. القانون الفرق هون المفروض هون زد، لحظة هي زد. أنا شايف تاتي صح، القانون صحيح. نكتب الكونفيدنس انترفال بنفس الطريقه اللي شفناها قبل شوي، بس الفرق ان احنا بدنا نجيب البوبوليشن مين عن طريق البوبوليشن عن طريق السامبل مين، تمام؟ وهذا القانون. اول شيء بنجيب المارجن ايرور مثل ما جبنا زد الفا على مضروبه ب، مثل ما قلنا انه دائما هي عباره عن حاصل ضرب الزد الفا على 2
ضرب الستاندرد ديفيشن للبوبيوليشن اللي هنا. فالستاندرد ديفيشن بالنسبة للبوبيوليشن يحسب بهذا القانون زد على سيجما على جذر ان، هو الستاندرد ديفيشن كاملا هو عبارة عن للبوبيوليشن يحسب بهذا القانون سيجما على جذر ان. فحصل ضرب زد الفا على ان في سيجما على جذر ان بيعطينا المارجن ايرور. أو فينا نكتبه بهذا الشكل، الـ confidence interval فينا نكتبه بهذا الشكل أو بهذا الشكل، كله صحيح يعني. يا أما نعملها هيك على شكل رينج أو موجب وسالب أو بشكل أقواس ونحط القيمتين إلى تمام. شوف مثال ولا لسه. الـ confidence interval for estimating population mean with sigma known. The sample طبعا نفس الشروط، السيمبل السامبل لازم تكون سيمبل راندوم سامبل، بس الشروط الزيادة عليها انه الفاليو لازم تكون معطاة بالنسبة للستاندرد ديفيشن بوبيوليشن. لاحظوا لا تلخبطوا، either or both of these conditions. هذا الشرط الثالث المختلف اللي هو لازم ينطبق هون، انه البوبيوليشن is normally distributed. يا اما هذا الشرط ينطبق يا اما هذا، يا اما ان اكبر من 30 يعني عدد السامبلز اللي اخذين اكثر من 30، او البوبيوليشن انه يكون نورمالي ديستريبيوتد. واحد فيهم اذا تحقق خلاص تمام بيكون الشرط الثالث تحقق بالاضافه لهذول. هون عامل لنا انه تو فاليوز اكس بار ماينس اي والاكس بار بلس اي اسمهم الكونفيدنس انترفال ليميت، يعني حتى بتوقع بينطبقوا على البروبورشن نفس الشيء، حيكون انه هم المهم حدود الكونفيدنس انترفال الحد الاعلى والحد الاسفل. For all population the sample mean x bar is an unbiased estimator. مثل ما قلنا هو يعتبر unbiased دقيق، ما بيعمل underestimate او overestimate للمين. Meaning that the distribution sample means كل means اللي طلعناهم لكل sample tend to center about the value of the population mean. يعني كل samples لو أخذنا المين تبعهم حيطلع لما نمثلهم بالnormal distribution حيكونوا حوالين المين الأصلي للpopulation، حوالين القيمة الأصلية أو true value للpopulation mean. عشان هيك اسمه ال unbiased estimator. For manipulation the distribution of sample means tend to be more consistent. انه بيعتبر السامبل مين دقيق او more consistent with less variation than the distribution of other statistics اللي هن الباقي ال proportion وال variance. تمام. الخطوات نفس الشكل نفس الطريقة، يعني ما راح ارجع ايضا. نشوف مثال when using the original set of data. تمام، يعني لما يعطينا قيم الداتا اللي موجودة وقلنا انه هاي الاوريجينال set of data بنعمل الراوندينج ل one more decimal place than the original set of data. اذا اعطينا الارقام بال مثلا فاصلة بعد الفاصلة رقمين ممكن نضيف على يعني النتائج اللي تطلع معنا ممكن يكون rounding ل one more decimal place فقط مو اكثر، يعني بس rounding ل مثلا لو كان اثنين ممكن يكون ثلاث ارقام بعد الفاصلة بالنتائج. اما اذا السؤال بس عاطينا ال n شو هي عدد البيانات بالسامبل واعطينا الاكس بار يعني جاهز واعطينا الاس جاهز فورا فما فينا نعمل الراوندنج ل مور وان مور ديسيمال، لا لازم سيم نمبر اوف ديسيمال بليسز مثل السؤال. السؤال اللي ما طمعنا مثل ما قلت اعطينا الاكس بار جاهزه لانه غالبا يعني لازم يعطينا اياها ذاته صعب انه احنا نوجده لانه هي مو قيمه المين تماما. ممكن نقول مثلا عدد
مع العدد لا خالص. He died in a boat. Have died in a boat and aircraft accidents because an absolute estimate of the mean. شايفين مثلا لو أخذوا قيم الأوزان الأشخاص ب اللي بكفوا ب وراحوا جابوا المين مثل ما هو يعني حسبوه تماما قيمته هي مجموعة للعدد فطلع معهم أخطأ خطأ فظيع ناس ماتوا بسبب هذا الخطأ. عشان هيك نستخدم هذه الطريقة لحساب الـ أو الاستيميشن للمين. فهون في داتا سيت معطى بآخر الكتاب أصلا أعطينا قيم مجربة يعني ولو كان معنا عدد أشخاص معينين حيطلع المين إلهم هكذا ولو كان معنا تمام. فهون مختارين قيمة معينة اللي هي السامبل كان حجمه 40 شخص وكان المين للأربعين شخص المين عفوا للسامبل 172.55 هذا جايبينه من الجدول تمام. من has a standard deviation given by 26 هاي النقطة طبعا الأخير اللي هو الـ standard deviation. شو بده السؤال؟ بده the best point estimate of the mean weight of the population of all men. انتبه انه هون بده المين مو البروبورشن هيختلف الكلام وبده كمان الكونفيدنس انترفال. وطبعا شو الكونكلوجن او شو نستنتج بالنسبه للنتيجه اللي حتطلع معنا عميلنا هل الريزلت بتقول انه about the mean of weight اعطينا قيمه معينه للويت عم يقول هل هي ما زالت أظن مستخدمة that was used to determine the safe passenger إنه شو نستنتج بالنسبة لهي القيمة تحديدا. هلا نشوف شو أول شيء بده ال best point estimate the sample mean طبعا هي the best point estimate فهي معطاة معنا فمنين له the sample mean of 172.55 is the best point estimate of the mean weight of the whole population. فورا هي دائما يعني تكون معطاة معنا جاهزة. بعدين بنعمل ال confidence interval نفس الشكل لأنه 95% خلاص حفظنا ألفا هي 0.05 وزد ألفا على 2 هي 1.96 عوض بالقانون تبع الاي مارجن اوف ايرور بس بالنسبه للمين تمام. فحيكون الجهه الثانيه هي سيجما على جذر نعوض سيجما هي الستاندرد ديفيشن المعطى معنا بالنسبه للبوبيوليشن وان هي عدد الاشخاص اللي بالسامبل 40 وبيطلع الناتج بهذا الشكل شايفين عدد كبير. هون بس يطلع الناتج بنجيب او بنكتب على نكتب شكل الكونفيدنس انترفال مثل ما اخذنا انه الميو هي بالنص لانه احنا عم نحكي عن المين هالمره للبوبيوليشن وهون اكس بار ماينس اكس بار بلس اي هي بلس المفروض وبنعوض تمام. هون ال 172 اللي هي اكس بار اللي معطاه اصلا بالسؤال اكس بار شايفين والاي اللي هي نحن جبناها من القانون نطرحها منها وهون نجمعها يطلع معنا هذا الناتج. هون ملاحظة انه ليش لما طبعا لما حنجمعه حيطلع رقم بعده هيك فواصل كبيرة يعني عدد كبير من الارقام بعد الفاصلة ليش قربناها فقط لاثنين لانه المعطى معنا اللي هن كانت ثلاث معلومات تمام مثل ما قلنا ما اعطانا الاوريجينال داتا اوفست وقلنا احسبوا المين وهكذا غالبا ما راح يعطينا فدائما قربوا لاقرب رقمين عفوا مو دائما قرب لاقرب رقمين حسب السؤال. هون السؤال اعطينا القيمه
فاصلة بعد الفاصلة رقمين مقرب مثله. هون لأقرب اثنين، لو كان مقرب لثلاثة حسب السؤال. بعدين الفقرة الأخيرة، إنه شو استنتجنا؟ Based on the confidence interval, it's possible that the mean weight of هذا الرقم اللي هو بده إيانا used 1960 could be the mean weight of the men today. هو بده إيانا نشوف إنه هل هذا الرقم ممكن يكون ضمن الرينج اللي حتطلع معنا confidence interval. However, the best point estimate مثل ما قلنا الـ best point هي 172، هي أكبر من هذا الرقم بكتير، يعني في فرق بيناتهم. كمان مثل ما قلنا إنه إذا لخبطنا أو حسبنا المين تماما بالطريقة اللي بنعرفها ممكن يسبب فقدان أشخاص أو موت حياة، يعني كتير مهم الدقة بحساب الـ population parameter. فهون عملنا إنه additional data should be كده مشان نكون دقيقين ده أكثر، وإنه هو إنه عملوها يعني additional data have been collected and assumed mean increased من 1960 وأوزان الرجال يعني زادت بشكل عام. بعدين حن sample size لما كان معنا الـ proportion حنجيبه نفس الطريقة بالنسبة للـ population mean، نفس القانون بس بنقلبه بالنسبة لـ n، بيصير n تساوي كل المعطيات الثانية تربيع زد ألفا على 2 في سيجما على اي الكل تربيع. تمام. الراوند اوف نفس الشكل، نفس الشيء بالنسبة للسامبل سايز فقط، انه بنعمل راوند اوف للنكست هول نمبر. الطريقة لإيجاد السامبل سايز لما يكون الستاندرد deviation population غير معروف، عملنا انه في واحدة من ثلاث طرق، يا يعني اما نستخدم اذا كان ما عطينا الستاندرد deviation بالنسبة لل population غير معطى بالسؤال، يا يعني اما نستخدم range rule of thumb اللي مريت معنا بالهيك اللي هي عن انه تقريبا هي تقدير لل الستاندرد deviation بالاعتماد على الرينج. الرينج كان اذا كان معنا قيم الداتا سيت فينا نحسبه عن طريق انه نطرح largest value اكبر قيمه بالداتا سيت ناقص اصغر قيمه، هذا بيعتبر الرينج اللي تقع ضمنه البيانات اللي بالداتا سيت. فالسيجما يوجد عن طريق تقريبا رينج على 4. تمام. او انه عملنا ممكن نروح نجمع بيانات ونعمل اي ونحسب الستاندرد ديفيشن، وهذا طبعا ما راح نعمله. والثالث طريقه نقدر تقدير قيمه الديفيشن عن طريق دراسات مثلا مشابهه او لنفس اللي حد عملها قبل هيك. فالغالب يعني كان انه ممكن نحن نجيبه من الطريقه الاولى. مثال، assume that we want to estimate the mean IQ score for population statistics student. How many student؟ بس نشوف how many معناته بده sample size. وعطينا ال confidence interval انه هي 95%. We are confident، عطينا النسبة. ومثل ما قلنا the mean is within 3.3 IQ points of the population، معناته هي نسبة الخطأ عن الـ او البعد عن الـ population mean القيمة الحقيقية له، فهي هي الـ A. تمام؟ 3 points. بالكتاب موجود انه اصلا دائما الـ IQ score لما يعمل التست دائما لما يعملوه بيكونوا معتمدين انه الـ mean يساوي 100 والـ standard deviation يساوي 15، هي القيمة الثابتة له. كل الرموز رايحة. المهم هون لأنه نفس القيم 95% فزد هي 1.96، يعني لازم نكون حفظناها.
والاي مثل ما قلنا هي عبارة عن 3 points. ننتبه هون ان الاي هي 3 points وليس percentage، فما هي 3%، تمام؟ هي لا 3 تماما، يعني عبارة عن بعد بمقدار 3 points عن القيمة الحقيقية لل population mean. وهنا مثل ما عندنا standard deviation هو اصلا 15، هي ما موجودة بالسلايدات بس بالكتاب لقيتها. فنستخدم القانون فورا، 1.96 هو زد الف على 2 في الستاندرد ديفيشن عائل اي، ونحسبه، تمام؟ هي بيكون عدد الاشخاص اللي لازم نختاره اللي احنا نعمل عليهم اختبار الاي كيو سكور، تمام؟ او التست. ونكتب الاستاج ان ويد ا سمبل راندوم سامبل اوف اونلي 97 statistics، هذا في كان we will be الـ Q ولا الـ IQ أصدق؟ شو الـ Q؟ الـ Standard Deviation هاي، يعني مفروض إنه يعطينا إياها، هذا في حال كانت الـ IQ. هلأ بنشوف في طريقة تانية لما يكون الـ Standard Deviation غير معطى، تمام؟ ابدا مو معطى. اما هذا المثال هو موجود الستاندرد ديفيشن بالكتاب، لا يكون غير معطى بيختلف القانون. بس ابدا ما لخبط انه لما يكون within، لما قلنا انه الايرور within 3 points او لما قلنا percentage 3% يعني 3%، اما points فهي رقم 3 نفسه يعني 3 نقاط رقم صحيح. طيب هلا نشوف كمان بالنسبة للـ population mean لما بنعمله تقدير، بس سيجما not known أو الـ standard deviation غير معطى. لما يكون معنا الـ standard deviation not known عفوا، we use the student distribution. student t distribution هذا الـ distribution ابتكروا او عملوا واحد كان يطلق على نفسه اسم student، يعني كان يكتب كتاباته او مؤلفاته بتوقيعه انه student، فسمى ال distribution student t distribution، وكان طبعا العباقرة بالنسبة لل statistics وهيك. المهم عشان نعرف من وين اجى الاسم، يعني هو استغربته انا. We use that student t distribution assuming that the relevant requirement satisfied. هذا ال distribution هذا النوع المعين فقط لما يكون بدنا نجيب ال mean لل population نعمل estimation، لأنه يكون ال standard deviation مو معطى معنا أبدا، يعني ما موجود ولا بشكل. Is any member عارف أنا جبته منت؟ Is any member of a family of continuous probability distribution، طبعا هم كلهم continuous probability distribution اللي عم نحكي فيهم، that arise when estimating the mean of a normally distribution population in where the sample mean is small and the population is unknown. sample size هون معنا ما قال انه هي صغيرة، يعني ما ضروري هذا الشرط، بس انه ال standard deviation لل population غير معطى. طبعا مثل ما قلنا السامبل بيست بوينت استيميت اوف ذا بوبوليشن. اف ذا ديستريبيوشن اوف ذا بوبوليشن از اسينشالي نورمال، هو غالبا يعني لحتى نعمل استيميشن بشكل عام لازم يكون نورمال، then the distribution of the ناقص الكلام of t equal بهذا القانون student t distribution، هو حنجيب نحن قيمة، حنجيب قيمة t هالمرة بدل z for all samples of size n، نفس الشيء انه احنا عم ناخذ samples كلها في نفس الحجم.
It's often referred to as T distribution and its critical values. The critical values كانت نحن نسميها Z عادة، هون حنسميه T ألف على 2 لأنه حتكون المعطيات مختلفة وبدون الستاندرد ديفيشن بالنسبة للتطبيق. هون الـ S طبعاً هي الـ standard deviation فقط بالنسبة للـ sample وليس للـ population، فـT توجد بهذا الشكل. بعدين حناخد إنه في مفهوم جداً مهم بحساب T ألف على 2 اللي هو degree of freedom. فالـ degree of freedom for a collection of sample data هو عبارة عن يعني درجة حرية الـ sample data. نقص هاي الـ sample data عبارة عن كل عنصر فيها هو independent، فخارج الشروط المعينة اللي احنا حاطينها ممكن يتصرف بطريقة تانية، أو إذا حطينا له شروط تانية الشروط اللي عم نعمل فيها تجربة حيطلع النتائج شيء تاني يعني مختلف، فهذا بيعتبر يعني عنصر حر يعني. فالديجري اوف فريدوم فور ا كوليكشن هي بتنحسب بشكل عام، يعني لو شفتوها بالنت بتنحسب بشكل عام عن طريق القانون انه الفرق بين ال of independent score the number of parameters used as an intermediate step. تمام؟ هون لأنه إحنا عنا إنه الـ intermediate step هو المين المعطى للسامبل الواحدة فقط، ففقط واحد حيكون يعني مين واحد، فبيكون الـ degree of freedom بالنسبة للحالة الخاصة اللي إحنا فيها هو يساوي n ناقص واحد. تمام؟ الـ margin of error بالنسبة للمين للـ estimation بالنسبة للمين بيحسب من الشكل E يساوي T ألف على 2 في S على جذر N. هني كان السيجما على جذر N، هون S على جذر N. S هون هي الستاندرد ديفيشن بس بالنسبة للسامبل وليس البوبيليشن لأنه هي غير معروفة. طبعا هون حنستخدم جدول ثاني، مو الجدول اللي بنحسب فيه Z ألف على 2، لا الجدول اسمه A3 تلاقوه كمان بآخر الكتاب. For values هذا بتكون معتمد على الـ degree of freedom كمان. هاي الـ notation بالنسبة للقانون. وكمان بنفس تكتب الميو أكبر من X minus alpha minus E وأصغر من X plus E. Where T where E بهذا القانون بتحسب، وال degree of freedom يساوي N minus 1 اللي هي عدد البيانات اللي بالسامبل أو عدد الأشخاص مثلا ناقص 1. طيب هون شو الخطوات؟ نشوف المثال. Common claim عملنا فيه ادعاء انه الثوم يخفض نسبة الكوليسترول. تمام؟ نحن نشوف عملوا بتست انه هل هذا الحكي صحيح او لا. ف 49 subjects او اظن اشخاص يعني 49 شخص were treated with doses of raw garlic. 49 شخص ما after this وسجلوا البيانات او النتائج بعد وقبل ما اعطوهم اياها. فال changes in their level of cholesterol have a mean سجلوا انه طلع معهم mean يساوي 0.4 وال standard deviation هذا بالنسبه للسامبل انتبهوا يساوي 21. لو كان لل population بيقلنا انه لكل الاشخاص اللي بالهي او الـ deviation of the population is كذا بيقلنا use the sample statistics to of n هون يعني ما في داعي انه يرجع يعيد الحكي لانه قال انه 49 subject
الاكس بار هي المين تمام 0.4 والاس هي هذا الرقم to construct a 95% confidence interval. وين بدي اياه شو نعمل نحن الانترفال. وطبعا what does the confidence interval suggest about the effectiveness of garlic in reducing the cholesterol. الاكزامبل نحط البيانات اللي معنا n تساوي 49 ال 95% implies that اي الفا المفروض تكون مو هيك تساوي 0.05 بنجيب ال degree of freedom هون لانه نحن عم نحسب ال مثل ما شفنا عم نجيب الاستيميشن للبين وما معنا السيجما. فال df يساوي 49 من عدد الاشخاص بالسامبل ناقص 1 يساوي 48. بعدين شو بنعمل؟ بنشوف اللي بروح على الجدول اللي هو A3. A3 هذا شكله انا شفت جبت اول واخره. فشوفوا هون هون بالنسبة للدجري اوف فريدوم تكون محطوطة على هذا الجنب ال T distribution ال critical T values area in one tail و area in two tails تمام؟ فهون كيف نعرف هي 1 تيل ولا 2 تيل؟ الفروقات اذا كانت الفروقات بين الرقم اللي طلع معنا بالدجري اوف فريدوم والارقام اللي هون اذا كان موجود الرقم اللي طلع معنا معناته هي 1 تيل. اذا كان ما موجود حيكون قريب للرقم اللي قريب لرقم بعد مثلا يعني هون مثلا 48 ما موجود قريب لرقم بعده. شو الرقم اللي بعده؟ 50. شو الفرق بيناتهم؟ فقط 2 فهو 2 تيلز تمام؟ 48 و 50 شو الفرق بيناتهم؟ 2 تيلز. عشان هيك بنشوف الرقم المقابل للدرق الدم اللي هي 8 اللي هي 50 عفوا لانه احنا قلنا شو الرقم الاقرب لها وعند الفا 0.05 شايفين هون الـ area in two tails 0.05 إذا قلنا one tail اللي هي إذا اعتبرناها tails هتكون ألف على اثنين يعني ومقابل درجة 55 بيطلع معنا هذا الرقم 2.09 الـ T لألف على اثنين شايفين هي 2.009 والهي المعطى معنا الاس والان معطى معنا بنعوض بالقانون مباشرة تي الفا على اثنين الجدول والستاندرد ديفيشن هون كاتبين هيك بس هو المفروض اس يعني على جذر ان اللي هي 49 هيك بنكون جبنا شو كخطوة أولى لإيه بعدين نكتب الـ confidence interval اللي هي الميو بالنص وبيناتها القيمتين وبنحسب الـ x bar اللي معطى معنا بالسؤال minus القيمة اللي بعت معنا بـe وهون الـ x bar plus القيمة اللي طلعت معنا وهي النتيجة ناقص 5.6 و6.4 بعد التقريب تمام؟ بعدين نكتب شو الكونكلوجن تبعنا انه we are 95% conflict at the limits of minus 5.6 and 6.0 actually do contain the value of the mu اللي هو mean of the population كاملة طبعا because the confidence interval فيها قيمة صفر شايفين هي بين قيمة سالبة وقيمة موجبة فأكيد بالنص حيكون في صفر it's that the mean of the changes ممكن يكون يعني يكون صفر فالجارليك مو صحيح انه هو بيأثر او بيقلل من الكوليسترول تمام هيك استنتجنا انه الجارليك يعني او الادعاء اللي حاطينه هو خاطئ important property of the student t distribution The student t distribution له خواص معينة تختلف عن غيره اللي هو انه اذا تغيرت حجم السامبل بتغير
student t distribution بتغير الأرقام اللي بتطلع معه وبتغير شكله كمان. The student t distribution كل ما تكبر قيمة ال عفوا كل ما تكبر قيمة ال n أو اللي هي عدد البيانات في السامبل أو السامبل سايز راح يصير أقرب للنورمال distribution. The sample تيبقى نفس الشكل للستاندرد نورمال distribution اللي هو السيمتريك والبيل شيب اللي هو شكل الجرس، وإذا طويناه يعني سيمتريك تماما متطابقة الجزئين حول المين. But it reflects the greater variability بما أنه هو بيتأثر بحجم السامبل، يعني اللي بتكون صغار غير اللي بتكون كبيرة بيأثر على شكله. The student t distribution has a mean of t plus equal zero. هذا الشرط أو ال mean of equal t equal zero مثل ال standard normal distribution كان المين تبعه كمان يساوي zero، بس هذا بيفرق إنه ال standard distribution تبعه تمام، standard deviation of the student t لا يساوي one، بالعكس بيختلف مع ال sample size وهو دائما أكبر من واحد، فهذا الفرق بينه وبين ال standard normal distribution. عندنا كل ما تكبر حجم السامبل الديستريبيوشن بصير اقرب للنورمال ديستريبيوشن. هذا الفرق يعني عم يورجينا ان الفرق لما يكون n مثلا تساوي 3 هو الخط اللي هو البرتقالي كان لسه مو نورمال، بعدين لما كبرت كل ما لو عم يقرب للخط اللي هو z بصير نورمال كل ما تكبر حجم. هون مشان نفرق بين شو ال distribution المستخدمة، معنى ال standard deviation ال population معطى ويكون البيانات normally distributed، أو إذا كان ال standard deviation كمان معطى وال n عدد البيانات اللي أكبر من 30 فورا بنقول هذا هو normal distribution use the normal distribution. اما اذا كان الستاندرد ديفيشن غير معطى وحتى لو كانت هي نورمال ديستريبيوتد وحتى لو كانت ال n اكبر من 30 فهذا يعتبر t ديستريبيوشن تمام، نستخدم فيه الديجري اوف فريدوم ونجيبه بهذا القانون اللي فيه t الفا على 2. اذا كان ولا واحد فيهم هذول الشرطين محقق بيكون ما فينا نطبق عليه لا النورمال ولا الـ T distribution، وبيستخدم له طرق تانية non parametric method تمام ما لنا علاقة فيها. نفس الشكل بالنسبة للمين فينا نجيب المين الـ X bar عن طريق الـ interval الـ confidence interval إنه نجمع الـ upper confidence interval plus the lower confidence interval على 2 والمارجن إلى نفس الشكل بس بيناتهم ناين. كنا خلصنا تشابتر 7 آخر سكشن محذوف، هو كان عن الأنس بنفس الطريقة بس يعني محذوف. إن شاء الله بدي أورجيكم إنه كيف اللي أخذناه هو عبارة عن يعني نفس المعلومات. هون الـ confidence interval للـ population proportion قلنا بهذا الشكل الـ E توجد بـ الملخص يعني كل قانون الـ E توجد بهذا الشكل. بعدين قلنا نفس القانون فينا نحوله ونجيب الـ sample size بالنسبة للـ population proportion وبس بيكون على شكل على يعني شكلين، إذا كان معطى معنى الـ نسبة أو غير معطاة من حصة 25. بعدين الـ estimation كمان بالنسبة للمين إذا كان معطى السيجما يكون بهذا الشكل وتكتب الـ interval بهذا الشكل. بعدين نفس القانون فينا نجيب منه sample size
بنحاوله بس انه نخلي ان بجنب والباقي بجنب. اذا كان معنا سيجما غير معطى بيصير عندنا تي ديستريبيوشن، وبيكون القانون بهذا الشكل والكونفيدنس انترفال بهذا الشكل. هذا هو التشابتر باختصار. تمام، الله يعافيك يا رب، يعطيكم العافيه.